سائلة تقول: نرجو توجيه الأخوات إلى ضرورة الالتزام الاحتشام في دورات المياه وعدم كشف عوراتهم أمام النساء بعضهم لبعض. لا يجوز أن المرأة تكشف عورتها عند النساء، بل عليها أن تستتر. ودورات المياه مجعول فيها أماكن مستورة وأبواب تدخل فيها، إذا أرادت أن تستنجي فلا تستنجي بالمغاسل عند النساء، وإنما تستنجي في داخل الأبواب المنصوبة والغرف المعدة لذلك، إنما تتوضأ وضوء فقط بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين في المغاسل، أما الاستنجاء فيكون في داخل الغرف المستورة.